تستمر شوطنا العشرون. أعلنت في هذه اللحظات انطلاقة، نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذا المساء للجعدان. المحليات الأصايل شعارات أبناء القبائل الحاضرة هنا مع هذه الانطلاقات، تتقدم مع المركز الأول وتابع الصدارة النصر محمد بن راشد بن تريس الظاهر يتقدم في هذه اللحظات. بن تريس ويقدم النصر على المركز الأول. المركز الثاني القادم الذيب جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي القادم على ثاني المراكز، والمركز الثالث يصل ويتقدم في هذه الانطلاقة. ما شاء الله وصول وتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث. يأتينا غازي على المركز الثالث لحمد بن محمد بن حميدان الهلاسي شعار بن معيض هنا يتواجد مع هذه الانطلاقات. والمركز الرابع وتابع وصول على رابع المراكز زاهي راشد بن محمد بن راشد بن عبيد بن نصر المنصوري على ما اظن يأتينا على المركز الرابع. والمركز الخامس نتابع الاسماء شاهين سالم بن سليمان بن حمد القعدوني القادم على المركز الخامس. المركز السادس المجموعة الثانية هنا بهذه اللحظات، قيادة المجموعة تأتي مع السهل لعلي بن سعيد بن مصبح النعيمي القادم من مدينة العين. المركز السادس جمران لعبد الله بن علي بن الضحاك الشامسي. ما شاء الله وصول في هذه اللحظات. غازي على المركز الثامن لحمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري. والمركز التاسع يتقدم الوسمي لمحمد بن صالح المنصوري. والمركز العاشر نتابع حمام لسعيد بن راشد بن محمد بن دحروي العامري. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذه اللحظات. ما شاء الله مع ندانا الأول والثنين كيلومتر غادرنا هذه اللافتة وعودتنا مع البداية، عودتنا مع الصدارة، عودتنا مع المركز الأول. من يتقدم في هذه اللحظات وتسلل وقاد مسيرة هذا الشوط الذيب جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني بن تريس الظاهري قادم ويقدم النصر على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع وصول في هذه اللحظات على المركز الثالث. وصل غازي حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي يأتي في هذه اللحظات على المركز الرابع والمركز الخامس، ولكن وصلت كل الأسماء في هذه اللحظات الأخيرة. ما شاء الله زاهي راشد بن محمد بن راشد المنصوري، ما شاء الله وصل غازي حمد بن سالم بن يطبع العامري، وصل بن يطبع وتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس يأتينا ويتقدم جمران بن ضحاك الشامسي قادم هنا مع جمران عبد الله بن علي بن الضحاك الشامسي. ما شاء الله وصول كذلك من قبل السهل لعلي بن سعيد بن مصبح النعيمي. ما شاء الله وصلت الشعارات، وصلت كل الأسماء، ولكن عودة مع البداية. الكيلومتر الأخير يفتتح الذيب في هذه اللحظات. الكيلومتر الأخير جعفر بن سهيل بن مرخان الكسبي يتقدم بن مرخان طاير بالصدارة. بن مرخان يحلق في هذا المساء على أرضية ميدان الوثبة عاصمة الملايين والميادين. المركز الثاني الملاحقات هنا في هذه اللحظات تأتي من قبل غازي لحمد بن سالم بن
بن يطبع العامري قادم على المركز الثاني ما شاء الله. بن يطبع وبن مرخان روح يا بن مرخان. ال500 متر الأخيرة المتبقية إلى خط النهاية ما شاء الله. الذيب على المركز الأول، الذيب على الصدارة، والمقدمة جعفر بن سهيل بن مرخان. الكتبي مشكور يا بن مرخان، مشكور يا علي يا بن محمد يا المدهوشي، مدهش ما شاء الله في عالم التضمير ذاته هنا في هذه اللحظات الأخيرة، منتزع الناموس هذا الشوط. الذيب والأمتار الأخيرة، الذيب واللحظات الأخيرة، وتهانينا والناموس لسيف بن سهيل بن جعفر بن مرخان، وإلى جعفر بن سهيل بن مرخان لتبي على فوز الذيب بالمركز الأول. المركز الثاني وصل شعار غازي لأحمد بن سالم بن يطبع العامري، والمركز الثالث اللي وصلنا على ثالث المراكز الوسمي لمحمد بن صالح المنصوري. المركز الرابع شعار بن عوي شاهين علي بن سالم بن عوي الشامسي، والمركز الخامس المركز الخامس مجلاع، اللي وصلنا على المركز الخامس مجلاع لمحمد بن الصغيرون بن حميد الدرعي. هكذا هي النتيجة، ها هو الذيب. تهانينا والناموس لمالك الذيب وتوقيته الزمني 7 دقائق 24 و7 أجزاء من الثانية وتوقيت الذيب. تهانينا والناموس لجعفر بن سهيل بن مرخان الكتبي من أتى هنا مع هذه الانطلاقة. المركز الثاني وصل على المركز الثاني شعار بن يطبع، اللي وصلنا غازي لحمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري، وتوقيته الزمني 7 دقائق 33 و3 أجزاء من الثانية. المركز الثالث الوسمي لمحمد بن صالح بن السعدون المنصوري، وتوقيته الزمني 7 دقائق 38 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.